مرحبا بكم. البداية بالهوند والف مبروك للترجي ليحرز الثنائية الموسم هذا بعد لقب البطولة الأسبوع اللي فات. اليوم فاز بالكاس على حساب مكارم المهدية بنتيجة 35-22، اللقب 29 في مسابقة الكاس في خزينة الترجي. لقب يحلي حازم باشا اللي كان من بين هدفي لاعبي الترجي اليوم، تحدث في ميكرو مكلهولي. الحمد لله يا رب، يعني خدمنا تعبنا عام كامل. كاس تونس اليوم خلطت على بطولة تونس وبطولة عربية وبطولة إفريقية وكاس تونس تاع الموسم الفارق. ما نجم نقول كان الحمد لله خدمة كبيرة نتاع عام كامل تعب، ما نجموش نسلمه في حتى تيتر. الحمد لله يا رب، راهنا على كل شيء وهزينا كل شيء. ترجي فاز اليوم، وأيضا مكارم المهدية مدربه الشاب طاهر الزوالي تحدث على أسباب الهزيمة اللي خلت فريقه ينهار، خاصة تراجع كبير في الشوط الثاني. وصول مكارم المهدية النهائي في حد إنجاز حلمنا الحقيقة، كنا قرب برشا الحلم، برشا عوامل في المباراة. أنت الحكم كيف تكون في المومون ديسيزيف يعمل غلطة واثنين وثلاثة في صالح الترجي باش يخلي المباراة، معناها الترجي طلع مرتاحة. هذا سبب، معناها مش هو السبب الحقيقي، ولكن اليوم الترجي عنده 12-13 لاعب في المنتخب الكابر. احنا الافكتيف تاعنا فيه 9 لاعبين ما بين صغر ووسط. نقول مستقبل مكارم المهدية انا في تو، مي هذيك هي هذيك احكام الكرة. راهو ساعات اليوم الترجي معناها الحقيقة بالافكتيف الموجود، الترجي ما نحبش نقولها ولكن براتيكمون الترجي يجري وحده جالو الحقيقة، معناها الافكتيف الموجود عند الترجي والامكانيات الموجودة عند الترجي خلت الترجي بعيد عن الفرق الاخرى. نواصل مع الهوند مرة ذي مع الكبريات ولاعبات النادي الافريقي. فازوا بالكاس على حساب لاعبات الجمعية النسائية بالموكنين بعد الحقيقة مباراة مشوقة في رفع الستار قبل لقاء الأكابر. المباراة كانت مشوقة وفات في الوقت القانوني نتاعها بالتعادل 25-25، ومن بعد مكن النادي الافريقي من حسم اللقب بالأشواط الإضافية فارق هدف 29-28، اللقب 28 في تاريخ فريق كبريات النادي الافريقي. اللقب تحكي عليه قيادة الفريق والحارسة فادية العمراني في ميكرو مكي العون. الحمد لله ربي وفقنا ذي الفضل من عند ربي ومجهود تعب عام كامل الكل، دونك من نجم كان نتوجوه ببطولة الكاس. الحمد لله ربي وفقنا. صحيح معناتها كالعادة ذي ثالث فينال سكسيسيف معناتها اللي نلعبوا فيه بالبرولونغاسيون، دونك عنا الاكسبيريونس تاع البرولونغاسيون. الحمد لله ربي وفقنا، هذا سيني كان ديبي، مازلت الشامبيونا مازلت طويله، مازلنا باش نكملوا البروميير فاز، مازلنا فيها دو ماتش دبلبا وممكنين، ومن بعد نمشيو للانكار فينال ومن بعد الفاينل فورم. عندها مازال باركور نتاع الشامبيونا ان شاء الله، ميم كونسونتراسيون ساقينا في القاعه نفرحوا شويه. لندي عندنا ماتش كونتر ممكنين في ممكنين نتاع الشامبيونا، دونك تيتر هذا وروح الباب جديد الحمد لله. مازال عندنا تيتر اخر اللي ان شاء الله نوصلوا لبلاصتو وربي معنا ان شاء الله. تعيينات حكام الجولة التاسعة من البلاي اوف غدوة السبت والمرة التوقيت الجديد للمباريات هو 4:30 في حمادي العقربي، القمة بين النادي الافريقي ونادي الصفاقسي بجعفر الحكم الجزائري ابراهيم بن لحلو. في الفار موجود نصر الله الجوادي، وفي سوسة نجم الساحلي واجهة حارة طويل الحكم محرز الملكي، وفي الفار درصاف القنواتي. نهار الاحد في المستير الاتحاد المنستير يستقبل الترجي، الحكم هو المصري احمد الغندور، وفي الفار موجود صادق السلبي، ولقاء اتحاد بن قدان الاولمبي البيجي زفرو اسامه رزقله، وفي الفار وليد جريتي. كانت هذه اخر نشرات رياضيه لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فهم.